تتوالى المصائب والأوجاع بحق اليمنيين وتلاحقهم أينما حلوا وارتحلوا، فالمناطق التي لم تصل إليها الحرب وجد الوجع لها دربا آخر، درب البحر، وما أشد فواجع البحر إذا ما بطش بالإنسان. تبدأ تفاصيل الفاجعة القادمة من سقطرى بإعلان فقدان الاتصال بسفينة قادمة من البوكلا بحضرموت، ثم بعد ذلك يتأكد نبأ الفاجعة بأن السفينة التي تحمل على متنها 60 راكبا بينهم نساء وأطفال تعرضت للغرق قبالة سواحل الأرخبيل وعلى بعد 29 ميلا بحريا غربي جزيرة قلنسية. وبعد ساعة من إعلان السلطة المحلية للخبر ومناشدتها للتحالف العربي بالتدخل والمساعدة في عملية البحث عن الناجين، يأتي توجيه من رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بتشكيل لجنة وغرفة عمليات لمتابعة الإنقاذ، وهو ما تم فعلا، وعلى إثره بدأت مؤشرات إيجابية تتوالى تباعا، حيث أعلن رئيس لجنة الطوارئ فهد كفاين تمكن فرق البحث من إنقاذ العديد منهم وأن عملية البحث ما زالت مستمرة. ومن بين المؤشرات التي تدعو للتفاؤل أيضا أن السفينة كانت تحمل على متنها 25 قارب صيد صغير، وهو ما قد يسهم في ارتفاع أعداد الناجين، لكن الأمر يتطلب من السلطة المحلية جهودا مكثفة في عملية البحث عن المفقودين في عرض البحر، فالناجي من الغرق قد يجد له الموت سبيلا آخر بالجوع أو العطش، خصوصا وأن السفينة مضى على فقدانها 5 أيام.